حاجة حافظ التعاونية تسعة سبعة 2000 وش هديك كثير الأمريكي منظومة الدفاع الجوي طبعا حاجز متطور مكلف إمكانيات تقريبا ربع ميزانية أمريكا اجى السفير بذات نفسه اعطانا اياه ممتاز طب شو كان الحوار شلون تم الاجتماع وشلون تم اهداء هذه الهديه المثاليه من السفير الامريكي والله التقى مع عصابات من عندنا من الحاره من هون ممتاز ايه واعطانا اياه هذا الرادار شو ما هي شغله شو بيك شو بيشتغل هذا منظومه دفاع جوي طيران كذا دبابات شو بدك بصير اسلحه خفيفه فرديه ابدا حتى سمعت بكشف السكين ضمن البول وبيغسل ملابس بعد الضرب ممتاز ممتاز شكرا لتعاونكم معنا اهلا وسهلا